مساء الخير جميعا. أنا بشكر الشركة المتحدة طبعا على اختيارهم ليا يعني كرئيس للمهرجان. وأنا طالع على المسرح شايف النظرة في عينيهم وهم بيقولوا يا خبر أبيض إيه اللي عملناه في نفسنا ده، يعني إيه الاختيار ده؟ بس يعني أرجو إن هم ما يندموش إن شاء الله. والحقيقة هو في أنا عندي ابن عنده 4 سنين، هو أصغر ولادي، وفي كلمة سؤال بيسألوني دايما باستمرار، بيسألني ليه، بيسأل ليه كتير قوي. فأنا أولا عايز أقول لكم أستعير منه بس الكلمة دي وأقول لكم ليه إحنا بنعمل حاجة للأطفال. أنا أتمنى أبقى دايما جنب الأطفال، مش عشان خاطر أنا اشتغلت 10 سنين كرئيس تحرير مجلة أطفال، ولا علشان خاطر أنا حاسس بمسؤولية تجاههم إن أنا المفروض أعلمهم حاجة. هو الحقيقة إن أنا لما ببقى قريب من الأطفال أنا بتعلم منهم كتير. إحنا في حاجات احنا افتقدناها لما كبرنا، لو خدتوا بالكم موجودة عند الأطفال بس مش موجودة عندنا دلوقتي. الأطفال عندهم خيال أوسع، عندهم حب للحياة، عندهم طاقة، عندهم نشاط، عندهم نظرة مختلفة إيجابية لكل حاجة. وعندهم حاجة جد مهمة جدا، فكرة إن الطفل بيستمتع حتى لو بأقل الإمكانيات. يعني أكيد كل واحد فيكم عنده أطفال، جات له اللحظة بتاعت انك تجيب لابنك هدية غالية في كيس فيرمي الهدية ويلعب بالكيس، اكيد حصلت. فهو مش فارق معاه ايه القصة اللي ورا الهدية اللي انت جايبها له ولا ايه سعرها، هو فارق معاه ان هو يستكشف حاجة جديدة وان هو يستمتع في اللحظة دي. وبغض النظر عن اي احداث بتحصل في اي حتة في العالم، فسيظل الطفل له حق في الوجود وحق في الامان وحق في الأمان وحق في التعليم. وعلشان خاطر الأطفال هم اللي هيشكلوا المستقبل، فكمان ليهم حق في المعرفة والثقافة والوعي. من هنا جت فكرة نبتة. شركة نبتة هي شركة مفروض إنها تدعم وتصنع عوالم وقصص وشخصيات للأطفال وتقف جنبها تنجحها، علشان خاطر تتحول من مجرد محتوى لحاجات تانية كتير جدا حوالين الطفل، من أول المنتجات لغاية الفعاليات لغاية الانتراكتيف ميديا والجيمز وكل حاجة. لأن هو ده الحاجات، أنا بحاول أستخدم حجمي إن أمنع الهوا بس مش قادر كويس كده. فلأن هي دي الحاجات اللي بتبقى حوالين الطفل في كل حته، فاحنا ما ينفعش نكتفي بس بان احنا نقدم له محتوى. علشان خاطر كده نبته مش بس خبراء في صناعه محتوى الاطفال، نبته كمان فيها ناس مهتمه باقتصاديات الميديا وباقتصاديات صناعه ميديا الطفل تحديدا. واللي بتخاطبه نبته من اول صفر لغايه المراهقه المبكره. فاول مشروع نبته بتدعمه هي نبته صغيره طالعه من النبته بتاعتنا، هو مهرجان نبتة لصناعة محتوى الأطفال والناشئين. المهرجان هيكون ملتقى، لأن في ناس كتير جدا في مصر موهوبة وعندها حماس، لكن في نفس الوقت تحديات لصناعة محتوى الطفل، فهنحط دول مع دول علشان الحماس ده يقهر التحديات دي. المهرجان هيكون فيه ده هتبقى الدورة الأولى، وهيكون فيه مجموعة كبيرة من الورش، ورش للحكي، ورش لصناعة الرسوم المتحركة ستوب موشن لو تسمعوا عنها زي ما هي باينة من الصورة، وفي ورش لصغار رواد الأعمال، وفي ورش لصناع المحتوى نفسهم هيكون فيها خبراء من صناعة محتوى الطفل من المصريين اللي تفوقوا في المجال بره مصر أو في مصر. طبعا أساس المهرجان هيكون مسابقة نبتة لمحتوى الأطفال، وده رابط التقديم طبعا من دلوقتي. احنا يعني بنستقبل الأعمال سواء كان من الأفراد أو من الشركات، والفئات اللي هتشارك في المهرجان هتبقى يا إما أغنية للطفل يا إما أفلام، سواء كانت أفلام قصيرة أو أفلام روائية طويلة من كل الأنواع اللي بتقدم للطفل، يعني الأنيميشن بكل أنواعه 2D 3D ستوب موشن كات أوت كل الأنواع، أو تصميم لمشروع جديد. يعني ممكن اللي يشارك في المسابقة يبعت تصميم شخصيات وفكرة عمل، أو هي مشيت بس أنا حافظهم، أو مسلسل للأطفال، أو كتابة المحتوى للطفل سواء كان على مستوى الشعر أو الكتب أو كتابة السيناريو. لجنة التحكيم هنعمل طقس لطيف جدا، وإحنا في نبتة دايما بنستعين بالأطفال نفسهم
كجزء من الحكم على الحاجات وجزء من بناها ومن الأفكار اللي بتطلع. فلجنة التحكيم هتنقسم إلى مجموعة من الخبراء والشخصيات المهمة اللي ليها علاقة بصناعة محتوى الطفل والنشء في مصر، وهيكون في مجموعة من الأطفال هيشاركوا كلجنة تحكيم. هيكون في جوائز خاصة وتكريمات. طبعا الفايزين في المسابقات هياخدوا جوائز، وهنكرم مجموعة من رموز صناعة المحتوى العائلي عموما في مصر ومجموعة من الخبراء، وهنكرم مجموعة من الأطفال المتفوقين في مجالات مختلفة. المهرجان مدته أيام 4 أو 5 أيام، لكن في أنشطة وخدمات على هامش المهرجان ده موجودة مع مهرجان العالمين طول الفترة من 11 يوليو لغاية 30 أغسطس، عبارة عن حاجات كتير جدا، أنشطة كتير جدا هتكون موجودة للأطفال، من أول أنشطة رياضية لغاية ورش صناعات يدوية لغاية ورش ودورات تعليمية وعروض وأماكن مخصوص للأكل، يعني علشان الأطفال عموما يقضوا وقت حلو طول فترة مهرجان العالمين. لكن الفعالية الأساسية هتكون مهرجان نبتة لصناعة محتوى الأطفال والنشء. نتمنى إن احنا نكون بنساهم بشكل ما مساهمة إيجابية في عقليات ولادنا اللي هم هيشكلوا العالم ده في المستقبل قريب إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا.